موجة تصبح كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع فتحي يا حرابي وسحر حامد على راديو ميد. موجة تصبح لحظة 37 دقيقة. مرحبا بكم من جديد, أهلا وسهلا مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على موجات راديو ميد. أيامات تفصلنا على إجراء امتحان البكالوريا, نعرفوا أنه المناسبة هذية بطبيعة يستعدوا لها كل العائلات مع التلامذة, وكيف كيف زاد وزارة التربية لليوم نظمت ندوة صحفية عطت فيها كل الإجراءات والاستعدادات المنتظرة لإجراء هذا الامتحان, خاصة أنه للعام الثاني على التوالي بطبيعة يصير في وضع صحي ووضع وبائي معناها ماهوش مستقر. دونك لهنا بطبيعة ثم إجراءات خاصة بشكون المحافظة على صحة التلامذة وعلى صحة زادة الأساتذة المراقبين, كيف كيف زاد عدد المترشحين سنة الحالات الخاصة, وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة في الناس اللي عندهم قضايا متاع غش, وإلا زاد كيف كيف الترشح بصفة فردية وغيره من الإجراءات نزيد نطلع عليها اليوم مع مراسلنا رمزي العياري موجود على عين المكان في مقر وزارة التربية, وكيف شكون بحذيها زاد كيف كيف معاه مسؤول من الوزارة نزيد نحكي أكثر في التفاصيل هذه. رمزي مرحبا بك. مرحبا بك, تحية ليك وكل سادة المستمعين الكرام. بالفعل الندوة الصحفية التي عقدتها وزارة التربية في علاقة بالامتحانات الوطنية انتهت منذ لحظات. طبعا السيد وزير التربية يعني تحدث على أو أعطى بعض الإحصائيات حول دورة البكالوريا هذه السنة, وتحدث أيضا على حالات الغش وسلم العقوبات إضافة إلى الحالات الخاصة. نعرف هناك حالات استثنائية باش تجتاز البكالوريا لهذه السنة. نذكر فقط بأنه العدد المترشحين للدورة طبعا دورة 2021 بشكل امتحان البكالوريا بلغ 140,129, وطبعا باش تكون الانطلاق للاختبارات الكتابية 26 جوان, والإعلان النتائج باش تكون 4 جويلية. وبالنسبة للفضائيين باش يكونوا 593 مركز اختبار كتابي و28 مركز الإصلاح. بالنسبة للحالات الاستثنائية باش يكونوا طبعا هناك 7 من المساجين باش يكونوا طبعا يسجلوا الامتحان البكالوريا, وباش يكون حالة فقط من أصل القمر وحالة من المترشحين المقيمين بالمستشفى في علاقة بأيضا أرقام أخرى باش نحاولوا ناخذوها مع عمر الولباني اللي هو المدير العام للامتحانات بوزارة التربية, باش يعطينا فكرة على ربما في مقارنة بالدورة الفارتة. سي عمر مرحبا على راديو ميد. عمر الولباني مدير العام للامتحانات. سي عمر يعني لو تحكينا ربما قبل ما ندخل في موضوع الحالات الخاصة, وأيضا نعرفوا سلم العقوبات, نعرفوا إجراءات جديدة من وزارة التربية لربما تفريض عقوبات على من يقوم بمحاولة الغش, نعرفوا حفاظا على صورة شهادة البكالوريا أرقام عامة مقارنة بالسنة. سي عمر الولباني مدير عام بالنسبة للأرقام عامة يعني. هو بالنسبة لامتحان هذه الدورة نسجل فيه زيادة كبيرة في عدد المترشحين بالمقارنة مع الدورة السابقة, بزيادة تقدر بحوالي 12,500 مترشح بالمقارنة مع الدورة السابقة, والزيادة هذه هي بالأساس على مستوى المترشحين اللي ينتمون لها الأقليمية, زيادة بحوالي 8,000 مترشح, والبقية على مستوى المترشحين بصفة فردية. على مستوى الشعب أكبر شعبة فيها عدد المترشحين هي شعبة الاقتصاد المتصرف بما يزيد عن 47,000 مترشح, ثم تأتي شعبة العلوم التجريبية وشعبة الأداب وشعبة العلوم التقنية. مستوى الأرقام كذلك, وأنه هذه الدورة ستنجز في 1,136 مركز امتحان سواء كان على مستوى البكالوريا أو التاسع أو السادسة, وسيؤمن المختلف العمليات المتصلة بالامتحانات الوطنية ما يزيد عن 170,000 موظف تابع لوزارة التربية. كلفة الامتحان وهو كذلك بربي رمزي الامتحان هي في حدود 35 مليون دينار, ونعرف أنه تقريبا جزء بسيط من هذه الكلفة يعني يضمن المترشح هو في حدود تقريبا 4.5 مليون دينار, والبقية تحملها يعني الدولة والمالية العمومية في حدود 60 مليون دينار. سي عمر كنت تسمع فيه
حاليا مستوى وزارة التربية قاعدين نفكر في تنويع مصادر تمويل الامتحانات الوطنية حتى نحافظ على جودة الامتحانات الوطنية. سي عمر رمزي بربي نحب نسأل على الإجراءات الخاصة للتلامذة اللي يبدأوا مصابين بالكورونا في فترة إجراء الامتحانات، كيفاش ينجموا بعد يدير كل موضوع؟ وكذلك سي عمر في علاقة بالنعرف هناك شكون هناك مصابين بالكورونا، كيفاش باش نعمل وزارة التربية، كيفاش رقابة حساباتها في علاقة بالتعامل مع هذه الحالات؟ بالنسبة للحالات اللي هي مش تكون متلامذة مترشحة لامتحان البكالوريا، احنا في كل مدخل امتحان مركز امتحان مش يكون هناك فريق الاسترشاد والتقصي ولمعاينة الحالة الصحية للمترشحين، ولكن إذا كان هناك حالات مشكوك فيها فإنه التلامذة هذوما سيتم توجيههم إلى ما يسمى قاعة العزل. قداش من قاعة العزل؟ القاعات هي موجودة على مستوى كل مراكز، سواء تم حالة أو ما تماش حتى حالة، كل مركز امتحان فيه على الأقل قاعة إذا كان مش قاعتين للعزل. إذا كان ثم تلميذ مشكوك في حالته الصحية يتم توجيهه إلى هذه القاعة باش يتمكن من اجتياز اختبارات ذلك اليوم، ثم في نهاية اليوم يتم يعني إخضاعه الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من سلامته أو من إصابته بالفيروس. إذا كانوا يعني يثبتوا أنه غير حامل للفيروس فإنه يوم الموالي سيجتاز امتحان يعني في القاعة العادية متاعه، ولكن إذا كان يثبتوا أنه حامل الفيروس فإنه سيتم توجيهه إلى ما يسمى بمراكز العزل الصحي اللي هي موجودة حاليا توا. المركز الأول اللي هو بدأ يعني العدد متاعه اللي هو على مستوى ولاية المهدية، ونأمل كذلك أن يكون مركز آخر على مستوى الجنوب وخاصة تحديدا في جزيرة جربة. المراكز هذه هي مراكز العزل سيقضي فيها المترشح الفترة اللازمة حتى نضمن وأنه ما عادش حامل الفيروس، والامتحان سينجز امتحانه في المراكز العزل هذه في موقع عمليه على مستوى ولاية المنصير. المراقبة ستكون بأجهزة الكاميرا ويعني الأوراق سيتم استنساخها وتوجيهها بطريقة لا مادية إلى مراكز. من يقوم بالغش شنو كيف تتصرف معه وزارة التربية حالة الغش؟ الغش بطبيعة الحال هو موجود في كل دورة، ولكن احنا بالإضافة إلى الحملة التحسيسية بالإضافة إلى الإجراء التنظيمية هناك مراجعة لسلم العقوبات. هناك نعاود نأكد راهو حذاري من استيحاب الأجهزة الإلكترونية إلى مركز الامتحان، لأنه إذا كان تم ضبط مترشح داخل مركز الامتحان في حوزته جهاز إلكتروني فإنه تعتبر محاولة غش. السلم العقوبات هذه الدورة تم مراجعته بالنسبة لمحاولة قبل سلم العقوبات، يعني إيقاف التلميذ فورا وخرج من القاعة، شنو حالك؟ ثم هدايا ثم وضعيات اللي راهو المترشح يتم فيها إيقافه عن مواصلة بقية الامتحان مهما كانت بطبيعة الحال الفترة اللي مش يتم فيها ضبطه. والحالات هذه هي الحالة الأولى اللي يتم ضبط المترشح وفي حوزته جهاز إلكتروني أو هاتف جوال يعني ومعه الأسلاك ومعه السماعة إلى غير ذلك أو من يسمى الكيت. في الحالة الثانية وقت اللي يتم ضبط المترشح هو بصدد تصوير أو قام بتصوير مقطع أو مقاطع من اختبار الحصة. والحالة الثالثة اللي يقع فيها الاعتداء على أحد القائمين على مراكز الامتحانات الوطنية ماديا أو لفظيا، ففي الحالات الثلاثة هذوما يتم إيقاف المترشح فورا عن مواصلة الاختبار وفي الحال إحالته كذلك إلى الجهات الأمنية المختصة لإجراء تتبعات والتحرير. عقوبات شنو العقوبات؟ عقوبات تم مراجعتها بطبيعة الحال ومشينا في إطار تدرج في سلم العقوبات. بالنسبة العقوبات في يعني في الحالة السابقة كانت كلها يعني تحجير ترسيب لمدة 5 سنوات، هذه السنة بالنسبة لتلاميذ المعاهد العمومية والخاصة محاولة الغش ستكون بالإضافة إلى إلغاء الدورة ستكون هناك اجتهاد للجنة الوطنية، والعقوبة ستكون من 1 إلى 3 سنوات أي والله 5 سنوات. بالنسبة للغش سيكون تحجير ترسيب من 2 إلى 5 سنوات. بالنسبة لسوء سلوك من 1 إلى 3 سنوات. بالنسبة لمحاولة الغش المقترن بسوء السلوك فإنه العقوبة ستكون من 2 إلى 5 سنوات، وبالنسبة للغش المقترن سوء السلوك فإن العقوبة ستكون من تراوح بين 3 سنوات و5 سنوات. في الحالة احنا تركنا الاجتهاد للجنة الوطنية لإصدار العقوبات. هذا بالنسبة للمترشحين في المعاهد العمومية الخاصة، أما بالنسبة للمترشحين اللي هم الفرديين فإنه العقوبة ستكون آليا إلغاء دورة وتحجير الترسيب لمدة 5 سنوات، مع وهذا جديد مع التوجه للقضاء في جل الحالات وش في بعض الحالات سنتوجه إلى القضاء لرفع قضايا ضد المترشحين سواء فرد ليش تميسي
علاش تمييز؟ هو مش تمييز، هو فقط نحاولوا باش يكون نحمي امتحاناتنا الوطنيه، لانه احنا نعاود نقول الزياده في المترشحين في وقت هذه هي مرحب بها. احنا ماذا بينا تونسي عادي امتحان البكالوريا، ولكن ضروري باش الناس هذوما يتقيدوا، اللي هما مواطنين عاديين ماهمش تلامذه، ضروري باش يتقيدوا بالاجراءات التنظيميه وما يحاولوش باش يعني يعتديوا على الامتحان الوطني. واضح. علاش ثم تجديد العقوبه بالنسبه للمترشح في الفرديه؟ لانه شفنا في الحالات السابقه في الوقائع السابقه لما التلميذ المعهد عمومي يرتكب نفس الخطا هو والمترشح في الفرديه، فانه العقوبه تكون اشد بالنسبه للتلميذ المعهد العمومي، لانه بالاضافه الى الغاء دوره وتحشير الترسيم لمده 5 سنوات، فان التلميذ المعهد العمومي يتم رفضه نهائيا من المؤسسه التربويه، في حين وانه المترشح في الفرديه هو لا ينتمي الى مؤسسه تربويه. فبالتالي بدايه من هذه الدوره سنتوجه الى القضاء ونقاضي هؤلاء المترشحين. واضح واضح. رمزي ما عادش عندنا الوقت على غالب، انتهى الوقت، يعطيك الصحه. شكرا ليك مراسلنا رمزي العياري على كل هذه التوضيحات وعلى التغطية للندوة الصحفية لوزارة التربية. بالتوفيق لكل التلميذات إن شاء الله، ونشوفوا الفرحة ونسمعوا كتزغريطة هذيك إن شاء الله في كل دار يا ربي، إن شاء الله بالتوفيق لهم الناس الكل. بعد شوية باش نرجع نكملوا معاكم، لكن قبلها فقط بربي خليني نعطيكم بعض التوضيح، لأنه احنا حبينا اليوم نعملوا توضيح على الله غالب، حبينا ناخذوا مصدر رسمي، لكن ثم الاجتماع اليوم في مقر ولاية نابل، دونك كذلك علاش ما نجمناش نتحصل مباشرة عن المسؤولين، لكن مصدر خاص أكدنا فيما يتعلق بالبارح بالإلغاء وإلى المنع متاع إقامة بعض الحفلات في بعض المشارب التابعة لأحد النزل في منطقة الحمامات. وشفنا البارح فيديو كانت هبطت نرمين صفر، قالت اللي هي منعوها بسبب للغناء في أحد النزل السياحية في الحمامات وبصفتها شخصية معروفة وغيره. لكن احنا رجعنا بطبيعة للمصادر الرسمية اللي أكدوا أنه البارح كان ثم على أساس في نهاية الأسبوع هذه 5 حافلات كاملة كانت لمجموعة من المواطنين باش يشاركوا في حفل غنائي كان باش يتم تنظيمه في أحدى النزل التابعة لمنطقة الحمامات. ولا النزل هذايا ونعرفوا أنه ثم قوانين خاصة لتنظيم الحفلات في النزل، إذا كان الحفلة باش تكون داخل النزل لهنا بطبيعة ثم تراخيص خاصة يتم معناها الحصول عليها من وزارة السياحة وبطبيعة الإدارة الجوية للسياحة في كل ولاية. إذا كان باش يكون ثم حفل البرة معناها في المشرب متاع أي نزل، من المفروض أنهم واخذين هما ترخيص متاع المشارب هذه، لكن تنظيم الحفلات الغنائية لا يتم إلا بترخيص من قبل والي نابل، معناها الرخصة تطلب من الولاية ويتم تمتيع النزل هذية اللي عندها مشارب. إذا كان ديما نقولوا الحفلة تكون موجودة في المشرب متاع الوتيل هذية الموجود على شاطئ البحر، ممنوع منع بيت أي نزل يقيم حفلة غنائية وموسيقية من غير ما يتحصل على ترخيص إذا كان الحفلة هذية باش تقام في المشرب. المشارب متاع النزل فقط يتم فيها معناها أنك يجيوا معناها المقيمين يشربوا ياكلوا اي، لكن الحفلات الموسيقية تخضع إلى تراخيص خاصة. هذاك علاش تم التنبيه على أصحاب النزل هذوما أنه ممنوع يقوموا بأي نشاط أو حفلة غنائية إلا ما يتحصلوا على تراخيص، ومشيت وتحولت الوحدات الأمنية ونبهتهم على الموضوع هذايا. ولكن رغم هذا قعدوا وناداوا الفنانين هذوما وكملوا الاتفاق متاعهم، لكن نهارة الحفل تم منع الحفلات هذوما، وهذايا قانون يطبق على الجميع، معناها الفنانين ما عندهم حتى دخل في الموضوع هذايا، فقط المقصودين هما أصحاب النزل وأصحاب المشارب هذوما اللي لازمهم يحترموا القانون. دونك ما ثم حتى علاقة للبروتوكول الصحي ولا عدم احترام البروتوكول الصحي، هي خضوع للقوانين والحصول على تراخيص اللازمة لإقامة حفل غنائي تابع لنزل في مشرب من المشارب متاعه. هكا وضحنا تقريبا. موزيكا نرجو.